التاء المربوطة هي دائرة وعليها نقطتان وتأتي في نهاية الكلمة فقط. التاء المربوطة تنطق أحياناً تاء وأحياناً هاء، ننطقها تاء مع الحركات: علبة، علبة، علبة دواء، وننطقها هاء عند الوقوف عليها: علبة، هذه علبة. لتعرف إذا كانت الكلمة تنتهي بتاء مربوطة، اقرأها مرة مع حركة ومرة مع سكون: مدرسة، مدرسة. إذا لفظت في آخرها صوت هاء مرة وصوت تاء مرة، إذن هي تاء مربوطة.